محمد انت ليك برضو مباراة شهيرة جدا كده، والحقيقة احنا اللقطة دي اهتمينا بيها، حتى كنا تواصلنا معاك، كان خسران يعني بحسابات اللعبة فرصه قليلة جدا، معرفش ايه اللي حصل، وقابل مامته في الماتش، معرفش ايه اللي حصل ما بين الابن والام خلاه يرجع من يعني، وهو الماتش مستمر يعني، رجع الهزيمة تحولت لانتصار، يعني في شيء عاطفي كده عندكم منتل، في حاجة ذهنية ما بينكم وما بين بعض؟ لا احنا كعيلة مترابطين جدا من بعض، وان احنا نوصل اللي احنا وصلنا له في الرانكينج ده مش مجهود، عمره ما كان مجهود فردي، مجهود جماعي. الناس اللي هي بيهايند سين اللي هي بره الملعب، احنا اللي جوه الملعب، احنا ممكن اللي بنبان قدام الكاميرا اللي بنبان في التلفزيون، بس المجهود الناس اللي حوالينا بيبقى اكبر 600 مره من الناس من مجهودنا جوه الملعب، ان هم اللي بيشيلوا كل الضغوط، وهم اللي بيشيلوا كل المشاكل اللي بره الملعب عشان نخلينا ان احنا نلعب، ما وراناش حاجه ان احنا نفكر في كل اللي احنا هنلعبها. يمكن انا تربطني علاقه قويه جدا بمامتي، خصوصا في الماتشات، ان انا مامتي حضرت لي كل تمرين من وانا صغير، فمامتي كان دايما اللي مرني وانا صغير في كابتن جمال عوض الله يرحمه، كان رقم 2 على العالم زمان، فده كان دايما كان من وانا صغير ربى حته جوايا، كان دايما يقول لي مامتك مديره اعمالك، هي اللي بتمرنك، هي اللي فاهمه سكواش، كان يدخلها معايا جوه الملعب، كان زي ما بيعلمني كان يقول لها هي كمان يفهمها هو بيقول لي ايه، اللي بيوجهني ازاي. فمامتي فهمت اللعبه، مامتي عمرها ما لعبت رياضه قبل كده، بس فهماني نفسيا جدا جدا، فبتعرف ازاي تخليني وانا مش مصدق ممكن ارجع في ماتشات، تخليني ارجع تاني اصدق ان انا ممكن ارجع الماتش ده. حصل في يمكن في بطوله الجونه السنه اللي فاتت، بلعب الفاينل مع جريج اللي هو كان رقم 2 على العالم في الوقت ده، مغلوب 2 لاف، وكنت عليا بريشر عالي، كان كل الناس بتشجعني عاوزاني اكسب، فكان في بريشر غير عالي عليا، فخلصت الماتش وانا خسران 2 لاف، قلت لماما مش عارف ممكن ارجع في الماتش ولا لا، انا خايف مرعوب مش عارف شوط الكوره. بعد كده مامتي قالت لي خلاص انت بص لو خسرت بالطريقه دي هتخسر وهتندم ان انت خسرت بالطريقه دي، على الاقل اخسر بس وانت فخور بادائك جوه الملعب، فاقتل نفسك على كل كوره حتى لو خسرت 3-0، بس تكون عارف ان انت عملت كل حاجه ممكن تقدر تعملها في الماتش. كان حظي حلو، عرفت ارجع اكسب 3-2 يعني، مشيت معايا، ونفس الموضوع بالظبط حصل في الماتش ده برضه. Majority of the hitting from Matthew. Oh my goodness me, I don't think he's going to get a let ball here. Matthew celebrates. I don't think that's a let ball. Oh, he's got him. I thought he had him there. Shabagi hanging on here. Oh wow, how's he getting these back? Some great pickups. So tight from Matthew. Oh, what an exchange! What an exchange! There's a stroke there. He's been given us a stroke. Shabagi leaps off court. Three games for it's two. It's horrendous when a match ends eight like that. 11, that is horrendous. 11, so 9, flat. 11-4, 11-9. I personally didn't think so, but neither did Simon Park. Shabagi points to his mind. So harsh when it ends like that. It's horrible. Completely kills it. Matthew, what a performance from Nick Matthew. So the two Titans, the Wolf and the Beast. It's the Beast that comes out on top. It's the Wolf and the Beast. اشرح لي الجزء ده يا محمد. اللي حصل ان كنا الكرة الأخيرة كنا 10-9 ماتش بول ليا، و والكرة الأخيرة اتعملت في الإعادة، يعني الحكم قرر ان هو ده في التنس في تشالنج، في السكواش في ان انت تعمل تشالنج للقرار بتاع الحكم. فالحكم ما كانش متأكد، فقرر ان هو ياخد المساعدة الحكم المساعد اللي هو قاعد في قدام سكرين ورا. الحكم الرابع. اللي هو الحكم الرابع يعني. فبيقرروا القرار مع بعض يعني، فإدى الكرة ليا يعني، كرة جزائية ليا، كانت كرة ممكن تتحكم بكذا طريقه، فعشان كده هو كانش مبسوط قوي في اخر كوره، بس هو خلص بروح رياضيه كويسه يعني ما بيننا في الاخر. في الاخر هو اصلا لعيب كبير جدا يعني، عنده كسب وصل رقم 1 على العالم، كسب بطولات عالم كتير يعني، عنده 35 سنه دلوقتي. والدتك كانت يعني منفعله جدا مع طبعا كان ماتش حلو جدا، هو لعب حلو جدا ولعبت حلو، كان ماتش فعلا صعب يعني لينا احنا الاثنين يعني. بتحضر معاكم كل البطولات؟ ما عدا اللي بتلعبوا فيها مع بعض، ما بين المباراه اللي بتلعبوا فيها مع بعض. هي موجوده، هي موجوده بس ما بتجيش تتفرج من الفانيو، من المدرجات. انما وانتوا بتلعبوا اي حد تاني تكون لازم تكون موجوده طبعا.